عندنا مشكلة هنا في شارع محمد نافع، منطقة بولاق متفرع من نامفرس ومن ناحية شارع عمومي، يعني يعتبر رابط بين نامفرس وناحية. والمية عندنا لقالها حوالي أكثر من 4-5 سنين مقطوعة يوميا، بتقطع من الساعة 9-10 الصبح، بتجينا 9-10 بالليل، الكلام ده يوميا. في رمضان ما بتجيش خالص، طول الشهر الكريم الناس محتاجة مية تغسل، ما بتجيش إلا على العيد، أول يوم العيد المية تيجي وما تقطعش الثلاث أربع أيام بتوع العيد، بعد كده المية على طول قطعة في الشارع. فاحنا مشكلة عندنا المية بتاع الصيف ومتطلبات المية والأطفال والناس الكبير العيانة محتاجة تشطف، محتاجة تخش حمامات، تخش الكلام ده. معتبرنا ناس من الجنس العاشر مش الثالث حتى. أنا بالمايك مني. المية لازم المسؤولين يشوفونا حل على الموضوع ده، يعني قطع شبه مستمرة، يعني ما بيجيش إلا وقت الليل لغاية الصبح الساعة 9. وإحنا اشتكينا لكل المسؤولين مش عارفين نعمل إيه، مش عارفين الحل إيه يعني بتاع المية. المسؤولين يقول لك موضوع بتاع متر الأنفاق، التعديلات اللي مش عارف إيه، مفيش المنطقة دي بس اللي قطع فيها المية باستمرار على كده، فإنا أكثر من 4-5 سنين الموضوع ده يومياً. يوميا تمام. حضرتك بتستغيث بمين؟ بكل اللي يقدر يساعدنا، بالمسؤولين اللي اي حد عنده يقدر يساعدنا لوجه الله تعالى. يعني الميه بقت ضروريه جدا لحياتنا، مش عارفين نتصرف ازاي يعني. شكرا جزيلا. انا باقي هنا فتره 20-21 سنه بالظبط، الميه بقى لها 6 سنين بتقطع. كنا نشتكي بتوع الميه يقول لك اصل بتوع المريوطيه بيبنوا خلفات فبيسحبوا الميه، يكلم النواب يقولوا معلش مش حجه مترو، انت قول لها فينا. اقول لك حاجه، بتقطع معانا بتيجي معايا في رمضان، بتقطع العصر وبتيجي بعد صلاه التراويح، في الايام العاديه بتقطع بالساعه 12 الظهر تيجي 12 بالليل، يوم ما يرضوا عننا قوي يفكوا لك الميه العصر او ما بين المغرب والعشاء. غير كده لا، احنا في مأساة بقالنا 6 سنين بالظبط، وغلبنا نشتكي لدرجه بكره بتاع الميه يومين، وناخد الميه من الترمبه بتاع العصير ده، عامل ترمبه في اول الشارع، ونقول ناخد منه ميه مفيش ميه على ايدينا في الترمبه لما بندفع. فاتوره بيجي لك كام؟ فاتوره بيجي لك كام؟ مفيش فاتوره بتجيل عشوائي، وبندفع الميه المتاخره علينا. بتجيل عشوائي يعني بتجيلنا عشوائي عشان احنا مفيش عندنا عداد، بس بندفع اللي علينا. قالوا عليكم مبالغ بندفع، عليكم فلوس بندفع. لاخر امبارح جه خد وصل اهو، مش كده مش كام بقى؟ كام خلي امبارح؟ كام خلي امبارح؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه ليه؟ من اللي علينا، ما بقيت عليه ميه. بس المشكله مش في البيت حضرتك، لف في الشارع كله هتلاقي كل الشارع، مش احنا بس، مش البيت بتاعنا رقم 7. لا خش حضرتك البيت اللي قدام، اقول لك انت على اول الشارع بس ما عدا الحوالي، يعني على الميه اللي هم بياخدوا مبالغ مننا كل شهر لكل شقه. طب ليه ما اشتكيتوش ان هم ان انتوا محتاجين عداد مثلا؟ حضرتك اشتكينا اصلا بتوع الميه، عارف رد علينا ايه؟ أنا شفت بتوع المريطية بيبنوا بخلفات وبيسحبوا منك المية. اشتكينا تاني إن هو قولنا إيه؟ أصل بيعملوا المترو فالمترو بيسحب منك مية. حضرتك لو بيسحب، سؤال للمسؤول، لو المية تتسحب ليه بتقطع بميعاد وبتيجي في ميعاد؟ حد يجاوب على السؤال ده، اديني عقلك بقى. ليه بتقطع في ميعاد وبتيجي في ويا سلام بقى صلاح أنت رايح تصلي الجمعة، مفيش مية. إحنا بنهرب من بيوتنا بنروح عند قرايبنا. وحضرتك لو مش مصدق اسال الشارع كله. يعني مصدق ما عدا الحواري، عشان الحواري عندهم ميه على فكره. الحواري اللي جنبيه دي عندها ميه. يعني الحواري اللي جنبيكوا فيها ميه 24 ساعه. الشارع هنا مفيش ميه. محمد نافع الوحيد اللي ما فيهوش ميه. اطلع ممكن على الورش ممكن تلاقي شبيك بتيب الا احنا. والله ابني الصغير عنده 7 سنين. الحوار ده من يوم ما اتولد. يا ريت المسؤولين يشوفوا لنا ايه المشكله تتحل ازاي. وجزاك الله خير. شكرا. ربنا يبارك على مجهودك. السلام عليكم، هل في انقطاع ميه عندكم مستمر؟ ده على طول والله، ويعني كل شهر بندفع فلوس الميه وتاثير برضه للميه، ومش عارفين يعني بيجينا لحد اذان الفجر يبقى مالين جراكن وطبقه لحد ما تيجي الميه. حضرتك برضه ممكن اوريك الحنفيات بتاعه المطبخ وبتاع مالين قد ايه. اتفضلي والحاجه بص عامله ازاي. تمام، مفيش حضرتك بتفتحي الحنفيه؟ بص الحنفيه مفتوحه، مفيش ميه. مفيش ميه. ودي كمان ودي كمان
نقطة. والمطبخ برضو ما هو طبعا ما فيش مية في الجراكن، بتحوشه في الجراكن. تمام. طب المية بتيجي من كام لكام؟ ده ساعات ممكن تيجي يعني ساعتين وساعه لا، وممكن بعد عشان الجمعه نبقى امين عشان نتوضى ونعمل برضه ما نلاقيش ميه. مش عارفين ايه بالظبط ايه الميه دي. يوم الجمعه ما فيش ميه؟ لا يوم الجمعه ما فيش ميه، تبقى قطع على طول. طبعا في صلاه وفي وضوء وفي كده. ما فيش. تمام. ونبقى طول النهار مليين ونقعد للفجر عشان نغسل. بتيجي من كام لكام مثلا؟ بتيجي يعني ما بتكملش والله نص ساعه، يمكن الغسيل اللي بنغسله من الصغير بنغسل على الغساله العاديه. من كام لكام يعني؟ تيجي بالليل ولا تيجي الصبح؟ بتيجي من الساعة 10 للساعة 12، تقطع تاني لحد أذان الفجر. 10 بالليل؟ 10 ل 12. 12 وتقطع لغاية أذان الفجر. لحد أذان الفجر. ولغاية تاني يوم. ونقوم الصبح بقى برضه زي ما أنت حضرتك شايف كده برضه المية. حوشوا في جراك المية. تمام. تمام. شكرا جزيلا. المية على طول باستمرار كده مش شغالة. من حوالي 2 ونص وبتيجي مثلا 11 بالليل. يعني 2 ونص ايه؟ 2 ونص الظهر. بتيجي من 2 ونص الظهر؟ يعني لا بتطلع من الساعة 2 الظهر. 2 الظهر. معاك لحد الساعة 11 12 بالليل. فبتجيش. لغاية 11 12 بالليل ما بتجيش. ما بتجيش. تمام. بتيجي تاني امتى بقى؟ أمال بتيجي بالليل امتى؟ هي بتيجي حوالي الساعة 12. 12 ولا واحدة؟ 12 واحدة. 12 واحدة. على حسب. بتيجي بقوة يعني ولا بتيجي ضعيفة برضه؟ هي بتيجي ضعيفة شوية وبعد كده هي بتبدأ بقى ان هي تشد. تمام. وريني طب كده في مية في الحنفية كده افتحي بيها. لا لف لف كده امسكي من الناحية الثانية. في موتور؟ في موتور اهو. مفيش. الموتور اتفتح اهو مفيش مية خالص. مفيش مية. كده الحنفية مفتوحة جايبة سرسوب مية. لا مفيش. جايبة سرسوب مية. شكرا. تعالي. شكرا. على طول كده يا باشا والله العظيم باستمرار كده. باستمرار مقطوع الميه على طول كده. هي على طول عامة في المنطقة هنا. حتى لو واحد عايز يغسل حبة غسيل ما يعرفش يغسل. عامة المهنة بتقطع باستمرار. يعني ممكن تقطع حضرتك من 10 ممكن تيجي 16 بالليل. تيجي واحدة بالليل. ولو شد الجو ممكن في الفجر. تشد في الفجر. بتشد. يعني ممكن الساعة 3 الساعة 3 ونص تشد. بقالكوا كام سنة على كده؟ بقالنا على طول دايما. يعني مش شهر ولا اثنين، ده دايما على طول. ساعه قلب غير مواسير برضه عشان الميه تشد. مفيش. منطقه ايه هنا؟ شارع ايه ومنطقه ايه؟ شارع محمد نافع. ده شارع محمد نافع. منطقه ايه؟ ده منطقه بلاد بطوخ. شارع ده متفرع من شارع ايه؟ متفرع من شارع الناهيه. الناهيه من هنفرد. ماشي. حضرتك فين الميه هنا اللي مؤخرا ما جاياش؟ يعني عندك مثلا عايز يستحمى اللي جاي من الشغل تعبان، اللي عايز يغسل مواعين مفيش ميه، بيشتكوا كتير وقليل، ما في حد بيزعل المسؤول في اي حاجه. عملتوا ايه في رمضان؟ عملنا ايه في رمضان؟ يعني في رمضان الناس جدا مش قوي والناس بقت تتصل، مفيش سال على المسؤول حضرتك عن مشوار الميه. تواصلتوا مع شركه الميه او حاجه او اشتكيتوا؟ مع الخط الساخن والناس تتصل حضرتك. مفيش لما اخذ حد بيسال على المسؤول، يا اما مثلا اقول هنيجي مفيش حد بيجي، ما بيجيش غير بالليل. يعني مثلا عايز يعمل اكل بيخزن مثلا ازازه ميه، بيملى مثلا كل من ميه يخليه، بيطبخ منه بيشطف منه مواعين. احنا ما فيش حضرتك حد بيسال حاجه. طبعا هنروح لمين نقول له؟ يعني الناس بتستغيث لمؤاخذه بالكلمه بالتلفزيون، بتستغيث لمؤاخذه باعضاء مجلس الشعب، وبرضه ما فيش حد لمؤاخذه بالكلمه في شبكه الميه بيسال عن اي حاجه خالص. تمام. شكرا جزيلا. ان شاء الله تيجي. شكرا جزيلا. اتفضل يا ماما. احنا من سنتين ما عندناش ميه خالص، ما بنجيبوش ميه في البيت خالص، تجينا الفجر الظهر تكون قاطعة، لا نعرف نعمل أكل ولا نعرف نغسل غسيل، والله غلط. طفي الغسالة مرتين، طفي الغسالة مرتين عشان ما نلقاش مية نغسل، ونطبق الغسيل لغاية تاني يوم في الغسالة. تاني يوم الغسيل بيفضل مطبق؟ يفضل في الغسالة جوه، لما تجيني المية نبقى نغسل، ما ينفعش كده، نتحمل إيه؟ تمام. مين هيتحمل المسؤولية دي؟ تمام. المايه بتقطع كل يوم من 12 من الساعه كام للساعه كام؟ من الفجر، ميدان الفجر، من الفجر يد نقوم نبص نلقى المايه، معلش لما اخذ نخش نتوضى نصلي ونقعد نعمل اكل ما نلقاش اكل، ما نلقاش مايه للاكل. لغايه الظهر ما فيش مايه في البيت خالص، تقطع خالص من البيت من الارض. انا عامل برميل على السطوح فوق عشان خاطر المايه. شكرا جزيلا يا مولانا. شكرا. شارع محمد دافع.
احمد صلاح. احمد صلاح احمد مقيم 8 شارع محمد نافع، تضرر من انقطاع المياه باستمرار من سنتين. المياه بتيجي هنا بعد الفجر الساعه 11 الظهر بتكون قطعه، يعني في اليوم 3 4 ساعات. في وجود اطفال طبعا ومستلزمات بيت، ما فيش حد بيعرف يعمل حاجه خلاص، يعني ما الناس مش عارفه تعيش من غير مياه اكيد. كل يوم يوميا، ده يوميا من 12 تيجي بعد الفجر الساعه 11 الصبح بتكون قطع على طول، بتكون قطع. اه محمد نافع بولاد دكرور، محمد نافع بولاد دكرور، متفرع من شارع حنفيس، حي بولاد دكرور، حي بولاد دكرور. ممكن نشوف المايه معاك؟ اتفضل. في موتور هنا، حتى لو اشتغل موتور برضه، حتى لو اشتغل الموتور. طيب هي ما بتجيش الا بعد الفجر، يعني هي الساعه 4 الفجر تلاقي الميه موجوده، 11 الظهر كده حاجه خلاص. كده الماتور شغال.